بقولوا النهارده عمل اداء رائع جدا يا كابتن محمد، كنت لسه بتكلم انه برقم قليل جدا الاتحاد قدر يضم لاعب زي ده النهارده، هو واحد من احسن المهاجمين اللي موجودين في الدوري حتى لو ما كانش بيشارك كثيرا اساسيا، بس دايما مشاركاته مثمره جدا سواء جه من على الدكه لاعب او ظهر بشكل اساسي. لا، ما بقولوله الحقيقه هو بعيد عن انه لاعب متميز جدا، على فكره اخلاقيا رائع فوق الوصف، يعني عمرك ما تسمعه بيتكلم كلمه، دايما مبتسم، اللعيبه بتحبه جدا. هو لاعب بقى امكانياته غير عاديه، يعني هو بيفكرني بمهارته كمهاجم بالكابتن العظيم كابتن محمود الخطيب، لعيب مهاري جدا مش عنيف، هداف بالفطره، بيلعب بدماغه، رجله اليمين رجله الشمال، في كل مقومات المهاجم المتميز يعني. وبالتالي مابولولو الحقيقه عنده على فكره كمان احسن من كده كتير، عنده احسن من كده كمان كتير كتير جدا يعني. مابولولو لا رائع.